رح تكون أيامهم لمواليد الميزان بالأسبوع الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر 2024؟ عزيزي بتلاقي حالك موضع لوم باليوم الأول من الشهر، حاذر من ارتكاب الأخطاء باتخاذك قرارات تحت وطأة الأفلاك المتناقضة. ترك الحكم على الأمور للفترة الواقعة بين 2 و4، بين الأربعة 2 والجمعة 4. هالأيام جيدة وواعدة، الكسوف بيصير ببرجك مع قمر جديد، يعني في إشراق، ويعني بداية مصير جديد لبعض مواليد الميزان ويمكن لكتار منهم. شرحت لك أثار الكسوف بالتوقعات الشهرية. بيحوم الحظ حولك خاصة بين الأربعة 2 والخميس 3 تتقطف ثمار جهود سابقة. بالجو مفاجأة على الصعيد الشخصي أو بالحياة الشخصية على الأرجح. ترك الآخرين ياخدوا خيار بين السبت والأحد، يعني ما تتدخل بشأن لا يعنيك حتى ولو طلب منك هالشي. حتى النصيحة بهاليومين ما رح يتقبلوها، خاصة بالمجال المنزلي إذا شعرت أنه في إرباك أو في منافسة بين أفراد العائلة. بيتجدد نشاطك وبيبرز بهائك ابتداء من يوم الاثنين 7.